نحن بنشوف دائما ميسان بالحميات الغذائيه بيقولوا لنا ابعدوا عن السكر، خففوا سكر، السكر هو سام للجسم. نحن اليوم رح نحكي اكثر عن الحميات الغذائيه اللي بتعتمد بشكل رئيسي على الامتناع عن السكر وعن النشويات ايضا، لكن الجسم بشكل عام هو بيطلب لهي السكريات من اجل يمكن الطاقه او لانه اوريدي هو متعود انه يدخل ماده السكر على الجسم. كيف فينا نحن نحمي اجسامنا ويبطل يطلب جسمنا سكر بشكل كتير كبير، ما يسبب لنا نوع من الضغط النفسي أو يسبب لنا نوع من التعب الجسدي نتيجة نقص السكر بالجسم؟ رح نحكي أكثر كيف فينا نوازن جسمنا بعيدا عن السكر مع الأخصائية التغذية ريما العقاد. صباح الخير ريما. صباح النور. صباحك ريما. ريما، يعني كثير من العالم بيحاولوا انه هنا يوقفوا السكر وبيقولوا خلص اخذنا قرار يلا اليوم نحن بدنا نوقف سكر، بعد يومين تلاقيهم تعبوا عصبوا لا عبالي قطعه شوكولا عبالي اكل اي شيء فيه حلو. الى اي حد السكر هو بشكل عام حاله ادمانيه؟ هلا اول شيء بس بدنا نتفق عليه انه هو كلمه السكر ما بترتبط فقط بالسكر الابيض المكرر. نظامنا الغذائي بيحتوي على كثير من الاطعمه اللي فيها سكر مثل النشويات، الخضار، الفواكه، الحبوب، الحليب، هي جميعها بتحتوي على السكر. فالاشخاص اللي بيقولوا انا قاطع السكر بس فعليا عم ياخذوا فواكه وحليب بنظامهم فهنا ما بيكونوا يمكن احنا قصدهم قاطعين السكر المكرر، السكر المضاف تماماً. يلي يضاف الى الحلويات ويضاف الى المشروبات، هيك تماماً. يمكن الناس بتاخذها بهذا المنحى انه قطعنا هذا السكر. تمام. يعني بشكل عام انا يعني بنصح الاشخاص انه دائما نحن نبتعد عن السكر المكرر فعليا، مو عن السكر الموجود بالنشويات، لان النشويات هي مصدر الطاقه الاساسيه اللي الجسم بحاجه لها، غنيه بالفيتامينات، غنيه بالمعادن اللي نحن بحاجه لها، بينما السكر المكرر بيعتبر من السعرات الحراريه الفارغه اللي ما بتعطي اي قيمه غذائيه للجسم والجسم ما له بحاجه لها لحتى ينمو ويتطور. نعم. ريما خلينا نحكي اكثر، يمكن ذكرنا انه نحن بناكل بحياتنا اليوميه الفواكه وال يعني كثير من الشغلات نحن ما بنعرف انه هي مؤذيه، لما اي حدا فينا بده يعمل دايت او نظام غذائي صحي بعيد عن السكر، عن شو لازم يبتعد؟ هلا اهم شيء نحن مثل ما حكت أول يعني نحن اوكي نحن مثلا نسكافيه شاي اي شيء نحن بنوقف حط السكر فيه، هل هذا الشيء بيكفي ولا لا لازم نخفف مثلا الفواكه الخضره وفواكه او اي نوع من المعجنات والنشويات؟ تمام. هلا اذا نحن عم نفكر بنزول وزن فهو الموضوع كله عبارة عن سعرات حرارية عم تفوت للجسم، سعرات حرارية نحن عم نحرقها، بينما إذا بدنا نحكي على صحة الجسم فأنا بنصح إنه نحن نتجنب السكريات المضافة يلي بتكون محطوطة بالعصائر، بالمشروبات الغازية، لأن هي اللي بتسبب لنا أضرار بالإضافة لزيادة بالوزن. يعني كنتي عم تقولي إنه بشكل عام هي السكر المضاف هو مادة فارغة، ما لها أي أثر إيجابي على صحتنا. طيب نحن وقت بدنا ناخذ نحكي عن اضرار السكر بشكل عام على جسمنا وعلى صحتنا، هلا اول شيء ممكن يسببه زياده بتناول السكريات، وهون حابه ركز على موضوع السكر الابيض او السكريات المضافه وليس السكر الموجود بالاطعمه اللي نحن جسمنا بحاجه لها. اول شيء ممكن يسببه هو زياده وزن، فمثلا لما نحن كثير بناخذ شاي محلى او عصائر فهي السوائل كثير غنيه بسكر الفركتوز، والنسبة العالية منها ممكن تأثر على هرمون اللبتين يلي هو الشبع بالجسم، فهيك بتأثر عنا تنظيم الشبع بالجسم. وغير انه نحن لو بناخذ هي السوائل بكميات كثير كبيرة ما حتحسسنا بالامتلاء لوقت طويل او بالشبع لوقت طويل مثل اذا عم ناكل اطعمة صلبة، فبالتالي حناكل اكثر وحيسبب زيادة وزن اكثر. ثاني ضرر ممكن تسببه هي امراض القلب والسكري، بس كمان حابه ركز على موضوع انه السكر ما هو السبب الرئيسي وراء مرض السكري، في اسباب ثانيه كثير، ولكن لما نحن بناخذ السكر بكميه كثير كبيره مثل ما حكينا حيؤدي للسمنه، حتزيد عنا الالتهابات بالجسم، حيزيد من الشحوم الثلاثيه بالجسم، حيرتفع الضغط، وكل هي العوامل ممكن تزيد عنا خطر الاصابه بامراض القلب والسكري. نفس الشيء ممكن تسبب امراض السرطان، ولكن
مثل ما قلنا الكميات الكبيره حتزيد الالتهابات، حتوطى مناعه الجسم، وبالتالي نحن معرضين اكثر لبعض انواع السرطانات تتعرض لها. يمكن وقت بناكل سكر بشكل كثير كبير بتزيد نسبه الشحوم بالجسم، وهي الشحوم هي يلي بتكون صعب حرقها، وهي يلي بتتموضع باماكن كثير صعب انها تروح، ان كان بمنطقه البطن وغيرها. طيب وقت ياخذ الواحد قرار انه هو يوقف السكر، قديش بده وقت لحتى يتعود جسمه على، نرجع من معيد انه السكر المضاف والسكر المكرر، قديش بده وقت لحتى جسمه يتعود، قديش بده من الوقت ايضا لحتى اذا حابب انه ينزل وزنه يبلش يتجاوب جسمه بالنزول؟ هلا اول شيء نحن اي عادات بسيطه بنعملها بنظامنا الغذائي ولو بنعمل فرق كثير بسيط حنبلش نلاقي الفرق على الجسم. بس نحن لحتى نتخلص من الادمان على السكر بدنا اقل شيء 21 يوم، يعني 3 اسابيع تقريبا. طب بال 21 يوم كيف فينا ننقذ حالنا من انه نحن بدنا سكر؟ تمام. هلا اول شيء انا دائما بنصح الاشخاص انه وقت انتم بدكم تقطعوا السكر ابدا لا تفكروا تقطعوه بطريقه مفاجئه للجسم، نقطعه بطريقه تدريجيه، لانه لما نحن بنقطع السكر بطريقه مفاجئه اول شيء الجسم حيروح له لاطعمه ثانيه، رح يروح لاطعمه ثانيه مثل الدهون المشبعه مثل الملح، وهي كلها بتعرضنا لخطر اصابه كمان بامراض قلب وشرايين، نعمل صدمه لجسمنا. تمام. فلازم نقطع تدريجيا، يعني مثلا اذا كنا نحن بناخذ 3 معالق سكر صغار بالشاي او بالقهوه نعملهم معلقتين، فهذا يكون انجاز كثير كبير، بعد وقت نعملهم معلقه ونص تدريجيا لحتى نقطعه كليا. ثاني نصيحه بنصحهم اياها على طول انه دخلوا الفواكه بنظامكم اليومي، سواء الفواكه الفريش او الفواكه المجففه. بس كمان ننتبه انه الفواكه المجففه احيانا بتحطوا لها سكريات مضافه، بيحطوا لها سكريات مضافه لحتى يزيدوا من صلاحيتها، فكمان بدنا نعتدل بتناول الفواكه المجففه. كمان اذا كنا نحن من الاشخاص المتعودين على طول انه ندخن السوائل مع وجبة الأكل مثلا العصير الكولا، حاول نستبدلهم بالمي المنكهة بالفواكه أو بالمي الغازية. كمان وقتنا نعمل طبخات وصفات نحاول نستبدل السكر الموجود بالوصفة مثلا بالقرفة بالفانيلا بالكاكاو بالفواكه بالعصير الطبيعي، هي كلها بتساعدنا أنه نحن نخفف من السكر الأبيض بأكلنا. وكتير ننتبه لموضوع الصلصات، يعني أنا ما بنصح الأشخاص أنه يشتروا صلصات من برا، لان اغلبها بتكون غنيه كثير بالسكر، فانا افضل نحن نحضر الصلصات بالبيت سواء صلصات للسلطه او بالطبخ نحضرها بالبيت. ثاني السكر موجود بالكاتشب مثلا بالمايونيز، يعني في كثير من الشغلات موجود فيها، في كثير من الاطعمه. ريما خلينا نحكي، يمكن يعني صرنا فتره نحن عم نحكي عن مضار السكر، شفنا بكورونا بيقولوا وقفوا سكر، بعيد الشر عن قلب الكل، امراض السرطان بعده عن السكر، مرض السكر القلب وإلى ما هنالك. يوم السكر هو عن جد هو سم للجسم، ولكن كثير من الأشخاص بيقولوا لا أنا عم باخذ سكر البني أو هو بيكون أخف، أو عم باخذ السكرين. اليوم خلينا نحكي عن هي البدائل يلي هي يمكن جديدة على حياتنا. طبعا. خلينا نحكي هل هي عن جد نفس الضرر بتسبب؟ هلا موضوع السكر البني ما بيختلف عن السكر الابيض. اللي بيختلف عنه انه هن السكر البني بيضيفوا له زياده دبس، فلهيك نحن بنفكر انه السكر البني هو سكر منيح، هو احسن صحي اكثر. تمام. وقال لك سعرات حراريه ما بيفرق. السكريات الاصطناعيه اللي بيستعملوها ممكن بتفيد، يعني انه مثلا لمرضى السكري مشان ما يصير عندهم ارتفاع عالي بسكر الدم، بس انا كمان ما بنصح انه نحن نستمر عليها، نعتدل بتناولها اذا حابين نحن ناخذها، بس نحاول قد ما فينا نقطع السكر بالتدريج من نظامنا بدل ما نعوضه بالسكريات الاصطناعيه. والسكرين هن نفسهم السكريات الاصطناعيه. السكرين بيقولوا انه هو يعني لازم حتى لمرضى السكري ياخذوا وحده او تنتين باليوم فقط. لا نحن بنشوفهم عم يكبسوا بقلب فنجان الشاي او القهوه. تمام. كثير من القطع من السكرين. فهي السكريات الاصطناعيه كلياتها انا بنصح انه نحن نعتدل فيها، ومثل ما قلت لك انه نتجنب السكر العادي، نعود حالنا على انه نحن نخفف السكر بنظامنا احسن ما نروح للبدائل يلي ما حتعطينا الفائده لبعدين. طيب ريما بشكل عام بحياتنا اليوميه بكل موضوع معين من غذائنا، يعني مثلا بروتين لازم ناخذ هالقد، نشويات هالقد، سكريات هالقد، قديش بشكل يومي لازم تكون في بجسمنا بنقدر انه نحن نتناول ماده السكر ولكن رح نقول عنها كسكر طبيعي؟
تمام. هلا كسكر طبيعي بتختلف احتياجات كل شخص حسب عمره، حسب نشاطه الرياضي، كنشويات عم بحكي انا، اذا نحن قديش بحاجه للنشويات بتختلف حسب مع فواكه كمان. تمام. النشويات، الفواكه، الحليب، هي كلياتها بتختلف كميتها حسب كل شخص، حسب نشاطه، حسب عمره، حسب طوله، حسب وزنه. بينما السكريات المضافه انا بفضل انه نحن ما نعتبرها من احتياجاتنا اليوميه، لانه مثل ما قلت لك ما بتعطينا اي قيمه غذائيه للجسم، والجسم ما له بحاجه لها. ولكن منظمة الجمعية الأمريكية للقلب سمحت بكمية لا تتجاوز 6 معالق صغار من السكر المضاف يوميا للنساء و 9 معالق صغار يوميا للرجال. السكر بيضر النساء أكثر من الرجال؟ لا، بس الكمية المسموحة للنساء أقل من الكمية المسموحة للرجال. أوكي. بشكل عام كان نحن معرضين للسمنة أكثر. تماما. رح نرجع لموضوعنا، بس بدي بارك لكل السوريين وللشباب، ليكم مبسوطين، اجت منحة 50,000 للعاملين، صح؟ عم يخبروني الشباب، مبروك المنحة، مبروك علينا وعليكم. يعني صح ارتفع البنزين والغاز، ولكن اجت منحة. متابعين اكيد اللي عم نحكي بموضوعنا، مبروك المنحة. شكرا، بارك فيك. يعني عم نتابع بموضوع السكر، ولكن نحن دائما لما بنشتري اي منتج نحن يمكن ما بنطلع على المحتوى قد ايه بيحتوي، بنقول يلا سمعت انه قليل سكر، يلا ما فيه مواد حافظه كثير، يلا ما بيضر. نحن قديش لازم او شو هي الخطوات يلي نحن كيف يكون عندنا علم انه هي قد ايه فيها سكر مسموح انه ناخذها ولا لا، وقد ايه فيها سعرات حراريه مسموح انه ناخذها ولا لا، شو هي المواد يلي لازم عن جد ننهيها من حياتنا؟ تمام. هلا اول شيء للاسف كثير من الشركات عم تحط على المنتج بانه هو مثلا صحي او خالي من السكر، ولكن اذا نحن بنقرا بالمكونات تبع المنتج بنلاقي انه في اسماء سكريات من الا السكريات المخفيه، مثلا بنقرا على المكونات اسم سكر بني، عسل، سكر الدكستروز، سكر الشعير، شراب ذره عالي الفركتوز، دبس السكر، هي كلياتها اسماء بديله للسكر، نحن لازم ننتبه لهذا المنتج، فاذا حاطين خالي السكر وفي هدول المكونات فهو فعليا ما له خالي السكر. ما له خالي السكر. تمام. وقديش لازم يكون نسبه السكر مسموحه اذا ولا بد فيه؟ هلا مثل ما قلت لك نحن كل ما خففنا كل ما احسن، يعني تقريبا مثلا حتى الوسط قد ايه؟ هلا مثل ما قلت لك ما نتجاوز كنهار ولا كمنتج، كمنتج انه ما يتجاوز 5 جرام بالحصه. اوكي. يعني كمان في فرق بيكون بين مكتوب اذا عليه اذا لايت للمنتج او اذا دايت، كمان في بيقولوا انه فرق انه شيء دسم وشيء سكريات، كمان هذا كيف الواحد بيقدر يميز بيناتهم؟ وكمان موضوع البيبسي دايت، انه والله انا عامل ريجيم بس باخذ وحده 7 دايت بيبسي دايت، يعني ما بتاثر. طيب هي قديش كمان ممكن تكون تحوي على سكر كمان سيء للجسم؟ هلا اذا بدنا نحكي عن الدايت بيبسي او ال7 اب دايت، هي كسعرات حراريه فعلا خاليه من السعرات الحراريه، ولكن فيها سكر الاسبرتام يلي هو السكر الاصطناعي مثل السكرين وهدول السكريات الاصطناعيه، كسعرات حراريه هي فعلا ما فيها سعرات حراريه، ولكن كصحه للجسم انا فضلت لها تاثيرات سلبيه. أكيد. كمان لان اللي بصير انه انت لسانك عم بحس بطعمه الحلو بس ما عم توصل المسج للدماغ انه عم يدخل سكر للجسم، يعني الانسولين عم ينفرز عندك بس ما في سكر فعلي بقلب الدم، كمان هذا بيعمل خلل يمكن بعمل البنكرياس، مشاكل كثير لبعدين. تمام. يعني اي شيء لازم نبتعد عنه من المحليات الصناعيه. انا دائما نصيحتي للكل انه السكر موجود بكل شيء حوالينا، بكل الاكل اللي حوالينا، فانا بقول لهم لا تقطعوا السكر كل يوم ولكن اعتدلوا فيه قد ما فيكم، حاولوا خففوا قد ما فيكم، حاولوا عودوا حالكم عادات صحيه جديده، لا دائما تحاربوا الجسم وتقولوا انا ما بدي، لان هذا الشيء حيعمل رد عكسي وحتصيروا تشتهوا بكميات اكبر. طيب نحن ريما كيف فينا نتخلص من ادمان السكر؟ يعني في كثير اشخاص مثلا، انه انا حدا من الاشخاص على الفطور عندي الشاي لازم تكون كثير فيها سكر، وباقي الوقت ما عندي مشكله، بس انه لا في عادات نحن اصلا ما بعرف ليش مقتنعين فيها انه هي ما بتطلع اللبنه طيبه او من المكدوس طيب بلا سكر. هلا مثل ما خبرتك نحن نقطع الشغله تدريجيا، يعني ابدا ما نفكر انه حنقطعها كليا من نظامنا الغذائي لان هذا الشيء ما حيفيدنا.
يعني نحن هاي المعلومات بنتمنى انه الكل ياخذها ليا بعين الاعتبار، كلياتنا لازم نجرب ونحاول انه نحن نتخلص مو بس من السكر، من كل المواد اللي ممكن انه ناكلها ونكون تكون كثير مضره على جسمنا، ان كان بحجم يمكن الاشخاص ليا بيحبوا ياكلوا النشويات بكميه كثير كبيره، كل شيء بيصير فيه زياده بانه نتناوله بطريقه عشوائيه وعبثيه. فشكرا كثير لك ريما على المعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا لك. شكرا لك ريما العقاد، اخصائيه تغذيه، شكرا كثير لك.